شرف والطبيب الطيب كاشين هروش قوم من مرفع عايل لهم خان من كرمهم كل كاب من الدين. حيا الله اللي شرفونا وكرمونا تقدير وجلالي يا رجال الوفا في كل الأحوال. مرحبا مرحبا تقدير وجلالي يا رجال الوفا في كل الأحوال. بعد زرت محلي وانشرح بالي مرحبا عندنا مليون ترحيبة. بعد زرت القلب منزلي منزل يفتخر بكل رجال. يا بيتكم بالقلب منزلي منزل يفتخر بكل رجال. همته ودته للمنزل العالي يبذل الطيب بين الناس من طيبه. السلام عليكم. هذا رد شاعرنا ولشاعرنا حميد بن راشد الضياء. ونعم كلكم جو البقاع بك عدد مهل همالي من مزون الله في البحر زلزالي. كان من تهب الأول من تب التالي وانت طيبك مع العالم نماريب. كان طيبك مع العالم نماريب. وانت طيبك مع العالم نماريب. كان من تهب الأول من تب التالي انت طيبك مع العالم نماريب. يا ابو خالد مكانك فوق الاطلالي نحتزم بك لياجت بعض الاحوال. دلو خصمك نطرفها على جالي كل علم يسب الناس تحريبه. كل علم يسب الناس
تحريمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعود بن سعيد بن نجم، الشيخ صقر بن صين، شيخ العطيف، الشيخ الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبتدأ الكلام نشكر أخونا حميد بن راجل الذيابي على معرفتنا وتعريفنا بهالوجهة الطيبة أبو خالد وربعه، ولها ضريب على حميد بن راجل، هذا ديدنه وهذا منهجه اللي حنا اعتدنا عليه منه. ثانيا نشكر أبو خالد وبني عمه وقبيلته على حسن الاستقبال والحفاوة التي ما بغريب عليهم. الراس طيب والمعرب عنا حنا وياهم واحد، معربنا واحد. اي نعم، وانت نومس وانت شرف بالرفيق الطيب نقصع تيمه ودناه. وثاني كلام ندعيكم على كرامه باسم قبيله الذيبه. ما عندنا تخصيص لاحد، هذول اخواني وشيباني وانا اصغر القوم، يقول اصغر القوم خادمهم. الله يعافيكم. ندعوكم باسم قبيله الذيبه. حددوا الوقت والتاريخ من اليوم إلى شهر ولا شهرين اللي يجوز لكم، بلغنا فيه أبو خالد الحسن المعلوم المرسوم. لابد أنكم أشر محلاتنا، أنتم بني عمك وقبيلك والرجال الحاضرين من جميع القبائل، أنتم مفتاح خير ووجه خير. ننتظر من كلمة تمام، بشرنا ونومسنا بكلمة تمام في طلبنا. الله يحييكم يا ردايب، انتم واللي حضروا معكم. استريح يا شيخ ضيف الله، استريح. اول حاجه احنا سبق وجيناكم وتضيفنا عندكم في محلاتكم كلكم فردا فردا عده مرات، وحنا ما بنجربكم ولا لحقنا خاصه فيكم. وباسم والدي واخواني وربعي وجماعه اللي حضروا نطلب منكم السموحه، لان الباب هذا مقفلين، وحنا ذا الحين لا صار من نوع من الجزاء، وانه تعال واخذ عندي وجه اسمع. حنا سبق وجيناكم وشرفناكم، الله يشرفكم عند مولاكم، ونبى نجيكم ان شاء الله في المناسبات والافراح، لكن الباب هذا حنا مقفلين. حنا ما كودنا نجمعكم يا ردايب ان 40 سنه من معرفتنا معكم، وما كودنا نجمعكم. والله ان كل واحد منكم طلب ان يستاهل التقدير، وانتم تقديركم على الراس والعين، انتم من حضر، لكن نطلب من الله منكم انا وربعي وكل من حضر السموحه في هذا المجال. ترى طالبينكم، ابشر ابشر بعدين في المناسبات، لكن حنا نطلب السموحه بالشيء، لان قافلين وانا مبنجر عارف الكلام ده ومكدن على، صح ولا لا يا حبيب؟ اشهد شهاده حق.
الشيوخ الموقف يعني حنا بنطلب الشيوخ وهذه على طالب كيها يا شيخ الله يا الله اللي شرفونا وكرمونا بالحضور أهل الوفاء والجود جعل الله يجمل حاله يا مرحبا ترحيبة التقدير وتسر الصدور تطال بعود عدالها والعود الأزرق فالها في حفل شيخ منزله علي ولا حول القصور مروا سقوا من قولها تشهد عليها فعالها مروا سقوا من قولها تشهد عليها فعالها حيا الله اللي شرفونا وكرمونا بالحضور أهلا الوفا والجود جعل الله يجمل حالها المحزم اللي في الشدايد والمعاند ما يبور رجالهم كل الأمور الغانمة يسعى لها رجالهم كل الأمور الغانمة يسعى لها حيا الله اللي شرفونا وكرمونا بالحضور أهلا الوفا والجود جعل الله يجمل حالها عزوة تعتبى بسم الله الرحمن الرحيم. خير ما نبدأ به حفلنا المبارك هذا القرآن الكريم، فكل حديث لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. آيات عطرة من كتاب الله الكريم يتلوها على أسماعنا الشيخ عبد الله الوصابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم في حفل براز الروس شاشت يستاهل التكريم نسل السلاطين دون حل الشلفة على العز عاشت ألا دذايب الكرام الحشيمين روس القروم اللي اليام طاشت تبطش وتلطم بالخصوم المعادين الحمد لله علام الغيوب الذي جعل القرآن نهجا ينير الدروب وجعل المودة طريقاً تنير به القلوب وجعل الذكر ستراً لمحو الغيوب وجعل الستر ذكراً لمحو الذنوب وجعل التوبة طريقاً لمحو الذنوب والصلاة والسلام على النبي الحبيب سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين شيوخ وأعيان القبائل شيوخ وأعيان قبيلة الذيبة أخونا وحبيبنا وصديقنا عريس هذا المساء المحتفى به الأخ العزيز الشاعر حميد بن رازن الذيابي العتيبي أيها الحفل المبارك أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم تخفق مشاعرنا بالبشر والأنس اليوم عز ومجد موصول بالأمس اليوم حب وتقدير لوجوه تضيء علينا كالشمس نرحب بكم أجمل ترحيب وفي هذا المساء المبارك وفي هذه الليلة المباركة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا بتخفيف حدة البرد فقد كنا في مساء البارح في هذا المكان وكان يشغل هاجسنا البرودة والهواء ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم من بركات ضيوفنا وجميع الحاضرين سهل الله لنا هذا المساء وجعله جواً رومانسياً بحضوركم أيها الحفل المبارك
إننا نحتفل في هذه الليلة المباركة بقبيلة عزيزة، قبيلة يعرفها القاصي قبل الداني، سمعتها الكريمة وصلت إلى أعالي السماء، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل رجالها وبفضل ما منحه الله لهم سبحانه وتعالى من مكارم الأخلاق وخلق الرفيع ومحبة وتواصل، ليس مع قبيلة نفع فحسب، بل مع جميع قبائل المملكة العربية السعودية. فنحن إذ نغبطهم على هذه المحبة ونتمنى استمرارها إلى وقت أطول. أيها الحفل الكريم، لقد كنا بالأمس القريب في ضيافة هذه القبيلة العريقة، وقد أبهج الخاطر والنفس ما شاهدناه ولمسناه واقعاً حقيقياً من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، حتى أن الإنسان يتمنى أن يكون ابناً من أبناء هذه القبيلة، وإن كنا والله يعلم أننا نحسب أنفسنا من أبنائها، وهم كذلك يحسبون أنفسهم من أبنائنا. أيها الإخوة الكرام، إنما أشاهده الآن أمامي ليدل دلالة واضحة على ما يتمتع به أبناء المجتمع السعودي بالأخص من لحمة قوية وترابط وتواصل، وهذا ليس بمستغرب عليهم، فنحن شعب واحد نعيش في دولة واحدة وتحت قيادة واحدة. وإني أنتهز هذه المناسبة السعيدة أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي الشيخ مسفر بن مشاري النفيعي وشقيقي الأكبر الأخ عبد الله وجميع أفراد قبيلة عتيبة وقبيلة أنفع بصفة خاصة وجميع القبائل في بلادنا وجميع من حضر في هذا المساء. من هذا المنبر ومن جميع منابرنا الثقافية والدينية والاجتماعية لنجدد ونؤكد بيعة الولاء لله سبحانه وتعالى، ثم لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. نؤكد من هذا المكان أننا على العهد باقون، وبأرواحنا في سبيل الله ثم سبيل الوطن مضحون، وليس كلاماً نقوله على المنابر، إنما هو واقع فعلي والشواهد على ذلك كثيرة. فقد خط لنا آباؤنا وأجدادنا منذ القدم ورووا ترى هذا الوطن الغالي بدمائهم الزكية، فنحن نتاج لهذا الجيل، لذلكم الجيل العظيم. حفظ الله بلادنا المملكة العربية السعودية من كل مكروه، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب. أيها الحفل الكريم، باسم والدي الشيخ مسفر وشقيقي الأكبر الأخ عبد الله وجميع قبيلة النفعة الحاضر منهم والغائب، نرحب أجمل ترحيب بقبيلة الديبة في هذا المساء المبارك، ونقول لهم يا مرحبا ترحيب حب ومودة، يا مرحبا وعداد ما هم يلبون، من بحر الخليج البحر جدة، وعداد ما غاصوا اللي يغوصون، أهلا بكم ما غرد قمري وناح، أهلا بكم كلما رددت على المآذن حيا على الفلاح، أهلا بكم ما لامس غصن غصنا، وكلما داعب خرير الماء أذنا، مرحبا تعداد حبات المطر، مرحبا عدد النجوم العالية، مرحبا ملايين، فأهلا وسهلا بكم بين إخوتكم وأبنائكم وأهليكم وذويكم. ونبدأ فقرات حفلنا الخطابي هذا بكلمة حب وتقدير وشكر وعرفان وقصيدة ثناء ومحبة ومعزة يلقيها
الأخ عبد الله بن مسفر بن مشاري النفيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيوخ وأعيان القبائل، شيوخ وأعيان قبيلة الذبة، الأخ الغالي حميد بن رازن الذيابي، ضيوفنا الكرام، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم والدي الشيخ مسفر بن مشاري بن هذال النفيعي وجميع إخواني، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المساء الجميل والذي زاده جمالاً وروعة حضوركم وتشريفكم حفلنا بمناسبة تكريم أخ عزيز على قلوبنا جميعاً، له من المواقف الرائعة والوقفات الذائعة الشيء الكثير، اكتسب حب وتقدير جميع من عرفه، وما هذا الاحتفال البسيط إلا تجديداً للمحبة والأخوة والتواصل. أدام الله علينا نعمة المحبة والأخوة على مر الزمان، وحفظ بلادنا الغالية وقادتنا الكرام من كل مكروه، وأدام علينا نعمه ظاهرة وباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للمشاركة فالحفل مهما سوانا من قصائد ومهما كتبنا من أبيات لن نفي ألا الذائب حقه. يا مرحبا عداد ما عسعس الليل وما نورت بيض النجوم بسماها، ولد وحلى من حليب الأباهيل في فيضة النبت الخزامة كساها، جاين على هالوسم سيل على سيل، دار عدا ينعشك ريحة هواها. أكرر الترحيب لأجل المشاكين، رؤوس الرجال اللي ذري ذراها، اللي تقدم للضيوف المخالين مكرم الضيفانها وقصراها، والعود يبرى خنبة البن والهيل ودايم بترحيب النشامة تباها. ألا الذايب كاسبين التنافيل وإيمانها تحمى ما تكفل الحاها، ألا الذايب كاسبين التنافيل وإيمانها تحمى ما تكفل الحاها. ربع تكيل وبالوفا توفي الكي ورجالهم لا قال كلمة حماها، مجيكم تاج ومعزة وتفضيل والناس تصل أصحابها من وفاها، ولا هي غريبة من زحول الرياجيل، ترى الغريب اللي يتكرر بطاها. نقدم الفرحة ورود وكاليل في حلة يفرح بها من نصاها، نقدم الفرحة ورود وكاليل في حلة يفرح بها من نصاها. دار هرم للمجد جيل بثر جيل، توارث الأجيال زايد وفاها. وصلوا على من فصل الدين تفصيل، اللي يحصون الدين عزز ابناها وسلمت. أيها الحفل المبارك، كلمة ترحيبية وتقديرية بهذه المناسبة يلقيها الشيخ محمد بن مرزوق النفيعي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله جليل النعم وباعث الهمم ذو الجود والكرم، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، شيوخ وأعيان ووجهاء القبائل، أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقونها سلاماً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني في هذه الليلة أن أقف أمامكم إصالة عن نفسي
ونيابة عن قبيلة نفعه، مرحبا بضيوفنا في هذه الليلة، وأقول لهم حللتم أهلا ووطأتم سهلا، مرحبا بكم في سويداء القلوب وفي نون العيون، فحضوركم شرف لنا يزيد حفلنا إنسا وسرورا، فحياكم الله ترحيب السيل. كما لا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل للشيخ مسفر بن مشاري وأبناه على ما قاموا به من كرامة ومن ضيافة لقبيلة الذيبة ومن حضر معهم، فما قاموا به فهم آهلين له سابق الوقت وحاضره وليس بغريب منهم، وأنتم تستحقون الأكثر، فحي الله الجميع ترحيب السيل. كما أسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. على هذا الأمن والأمان واللحمة الوطنية واللحمة القبلية والتواصل الذي نشاهده، سواء زيارتنا السابقة لقبيلة الذيبة أو زيارة الذيبة لقبيلة نفعه، فهذا تشريف للجميع لقبيلة الذيبة ولقبيلة نفعه، وهو ليس بغريب عليهم. كما أسأل الله في هذه الليلة أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود الذين ضحوا بجميع ما يملكون في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، فيستحقون منا الجميع الشكر والدعاء، لأنهم حارسين حدودنا وقائمين بمجهود أكبر. هذا ما حبيت أقول، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل المبارك، رغم ظروفه الصحية والعارض الصحي إلا أنه أصر على الحضور والمشاركة بكلمة في هذه المناسبة. أترككم الآن مع كلمة الشيخ عايض بن ساير بن عنيبر الجعيد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أشرف معلم وخير من تكلم، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنا سعيد في هذه اللحظات، يشاطرني تلك السعادة هذا الجمع الغفير، ومبعث هذه السعادة هو هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، مناسبة تكريم قبيلة عزيزة على قلوبنا، هما قبيلة الذيبة وشاعرنا الرمز حميد الذيابي. أيها الإخوة الأعزاء، إن قبيلة الذيبة على الذايب هما رمزاً للكرم وللجود وللشجاعة وللقيم وللمبادئ وللأخلاق، وتلك الجهود التي يقومون بها هذه القبيلة العزيزة على قلوبنا شرف وعز وفخر لقبيلة عتيبة، لما لذلك الأعمال المجيدة من مميزات تنعكس على قبيلة الذيبة وعلى قبيلة عتيبة كافة. كما يسعدنا أن نحتفل بهذه الليلة بتكريم شاعر رمز من رموز شعراء قبيلة عتيبة، وهو حميد الذيابي، الذي يعد رمزا من رموز الشعر دفاعا عن قبيلته ولما يقوم به من مواقف وأعمال مجيدة للدفاع عن قبيلته وعن مكارم الأخلاق وعن القيم، وهو ونحن جميعا فخورين ونعتز بقبيلة الذيبة
وجميع ما يقومون به وبشاعرنا الرمز. كما يسعدني في هذه اللحظات أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الشيخ مسبر بن مشاري النفيعي وأبنائه البررة، وعلى رأسهم سعادة العميد عبد الله وأخوانه الكرام، على تمكيننا من هذه الفرصة العزيزة على قلوبنا ومقابلة رجال هامات وقامات من جميع القبائل في هذه المناسبة العزيزة، شاكرين ومقدرين للجميع على الحضور وتلبية الحضور، وتقبلوا خالص الود وعظيم التقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ عايض على كلمته الضافية، وإن كنا أتعبناه ولكن في سبيل الغالين كل شيء يهون. أيها الحفل المبارك، نبدأ فقرات حفلنا الشعرية بكوكبة من الشعراء الذين سوف يشاركوننا في هذا المساء. فالكل يعلم أن الشعر ديوان العرب، به تسجل أحداثنا ووقائعنا، ويسجل به كثير من القصص التاريخية. أترككم الآن مع شاعر علم يتميز بجودة الإلقاء وسعة الخيال والأفكار الواسعة، أحبه الجميع وأحب الجميع لوجوده ومشاركته في أغلب الاحتفالات، فقد يكون عنصراً ثابتاً في أغلب الاحتفالات. أترككم مع الشاعر حامد بن حمدي النفيعي، فليتفضل مشكوراً. الله يمسيكم بالخير جميعاً. أكرر الترحيب بالضيوف الكرام، ضيوف الشيخ مسفر بن مشاري وأبنائه، فأهلاً وسهلاً بالجميع. كما أبارك لأخي الشاعر حميد هذا التكريم الذي هو بطبيعة الحال يستحقه. يقول أبدأ بذكر اللي له الخلق راجين، أبدأ بذكر اللي له الخلق راجين، الواحد المعبود مجرى الهبايب، سبحانه اللي خالق آدم من الطين وذريته ما بين صلب وترايب، سبحانه اللي خالق آدم من الطين وذريته ما بين صلب وترايب، واللي بعدها ببدع القاف ويزين من بدع فكري ما كسبته جلايب، واللي بعدها ببدع القاف ويزين من بدع فكري ما كسبته جلايب. يوم اجتمعنا عند شيخ حمر عين مسفر سلايل متعبين الركايب، يوم اجتمعنا عند شيخ حمر عين مسفر سلايل متعبين الركايب، ذخر الرجال مرجحين الموازين، رؤوس الرجال اللي تقود الكتايب، ذخر الرجال مرجحين الموازين، رؤوس الرجال اللي تقود الكتايب، وعيالها الوافين ذخر الميامين اللي ذخرهم للمواجيب شايب، ساروا على نهجه على الطين ماشين، والطين من رب الخلائق وهايب، ساروا على نهجه على الطيب ماشين، والطيب من رب الخلائق وهايب، منهم عميد المرجله قاضي الدين عبد الله اللي ما بطيبه غرايب، منهم عميد المرجله قاضي الدين عبد الله اللي ما بطيبه غرايب، يبشر ميقافي على العسر واللي ينقر من مواقيفه تحل الصعايب، يبشر أمي قافي على العسر واللي ينقر من مواقيفه تحل الصعايب، يا زهمنا فالمواجيب عجلين فوق الوفا والطيب
ربع قرايب من عزوة على بلج الفعل مرهين لدن في عبان حاضر وغايب. ما عليكم زود لا أنت. من عزوة على بلج الفعل مرهين لدن في عبان حاضر وغايب. يا مرحب يا مرحبا وعداد صوت الملبين وعداد ما هلت ذعول السحايب بضيوفنا الغالين في حلال غالين. يا مرحبا مليون يا لاد ذايب. يا مرحبا مليون يا مرحبا وعداد صوت الملبين وعداد ما هلت ذعول السحايب بضيوفنا الغالين في حلال غالين. يا مرحبا مليون يا لاد ذايب على هلا. يا مرحبا والنبى الزين على هلا. يا مرحبا والنبى الزين وكرامة الضيفان من كل طايب ترحيبنا بالضيف مبطي. وهالحين نجود يوم الوقت قل ونهايب. يا لاد ذايب يا الكرام العزيزين اللي معارفكم تحل النشايب. يا لاد ذايب يا زحول السلاطين سطواتكم تضرب انحور المصايب. يا لاد ذايب يا زحول السلاطين سطواتكم تضرب انحور المصايب وتاريخكم وامجادكم فالدواوين وفعولكم. يا لاد ذايب سبايب وانتم وحنا سيف واحد بحدين برقة وروق مخلصينا الطلايم من عزوة عتيبه كعمل معادين أهل السيوف المرهفات العطايب. وانتم وحنا سيف واحد بحدين برقة وروق مخلصينا الطلايم من عزوة عتيبه كعمل معادين أهل السيوف المرهفات العطايب. وحميد تكريمه شرف للميامين الشاعر اللي يرتكي للنوايب. وسلامتكم جميعا. صح الله لسانك وبيض الله وجهك يا ابو سامي، وهذا ليس بمستغرب عليك. ثاني قصائد هذا المساء قصيده شعريه للشاعر عبد الرحمن بن هديان النفيعي، فليتفضل مشكورا. الله يمسيكم بالخير يحييكم عند من حيابكم. لو دارين ان في تكريم للشاعر حميد ان كان خصصنا له قصيده، بس علشان نخوه عتيبي ان خالهم طاري. واليوم ان قلنا في مريم بغداد قالوا وش مريم بغداد. الشعر يا حضار قدام لبديبه ابدا بذكر الواحد المناعي. انا بحر فكري فلك تجري به نوادر تطرب لها الاسماعي. يا مرحبا وان الشرف يا الذيبه لبيت والدعوه شرف للداعي. الداعي اللي طيبنا من طيبه بمشاري فخر كل انفاعي. ما عليكم زود. يا مرحبا وإن الشرف يا الذيبة لبيت والدعوة شرف للداعي. الداعي اللي طيبنا من طيبه بمشاري فخر كل انفاعي. رعى اللقام العامر بترحيبه والكرمة أكبر والصدور ساعي. من دون ربعه جاه ولا جايبه اللي نبى منها يجي فزاعي. من دون ربعه جاه ولا جايبه باللي تبى منها يجي فزاعي. وعيد واثني باسمها الترحيبة. يا مرحبا عرض السماء والقاعي ألا الذايب مجدهم ترتيب فالرقم الأول ما عليه انزاعي. ألا الذايب مجدهم ترتيب فالرقم الأول ما عليه انزاعي. مع الوقار الشوف رسم الهيبة والحلم والشدة من الأطباع. يوما لا قاري ولا كتيبة أول ذيابي. يوم لا قاري ولا كتيبة أول ذيابي شرف المذياعي. ويوم صادم الأمور صعيبة مركابهم يشبح حوم وسباعي. افعولهم نوماس كل عتيتة في نجد ولا في الحجاز تشاعي. حاضر وماضي فعلهم تدريب كل الخرايب ما عليه شراعي.
ألا الذائر مجدهم ترتيبه في الرقم الأول ما عليه إنزاعي وسلامتكم واعذرونا على القصور. في قصيدة مطلوبها العميد عبد الله سووا له المساعيد حفلة على رأس الشيخ الأمير الدهانة وما الله أراد لظروف أني أحضر ويتشره علي أبو خالد واعتذرت بقصيدة ولأول مرة يسمعونها الحاضرين ويسمعها عبد الله. يقول اشره يا ابو خالد ومدد صار ما صار، اشره يا ابو خالد ومدد صار ما صار، اللي قصر دعوتك يلقر معني، هو يعرف اني شخص شاعر وبيطار اقول بلساني وبلسان جني، اللي وقفت وشخصت في الانظار ورفعت صوتي قلت انا جيت اهني، اهني مساعد الوفا صغار وكبار وافخر بهم ويشوش راسي وغني، ربعي لهم تاريخ وافعال واذكار لو اذكر فعول الدهينة كفني، ربعي لهم تاريخ وافعال واذكار لو اذكر فعول الدهينة كفني، ومبروك يا من فالكرم صار لك، تدرون هو ليش العشايش تحني، بس باب عبد الله اللي اجوا خطه دايم النحر عيالهن متبني. ما عليكم زود ومبروك يا من فالكرم صار لك، تدرون هو ليش العشاير تحن، بس باب عبد الله اللي اجوا خطه دايم النحر عيالهن متبني. عبد الله اللي ما تعلم للاعذار اللي انا خيت جاك من فوق ظني، بالحال ولا المال ولا بالاشوار كل الثلاثه اللي تبيهن يجن، بالحال ولا المال ولا بالاشوار كل الثلاثه اللي تبيهن يجن، من دون ربع تنهى ضلع سنجار يا طلم صاعد ما يقول اتعبني، له منهج في ذمتي سكت قطار يوم ان بعضه تسكك ينحنني، يلا يا مدب تصاريف الاقدار تجعل سنينه بر خير تهني، وصلوا على محمد عدد وابل الابطار وعداد براق ورعني دني وسلامتكم. بيض الله وجهك وصح الله لسانك. قصيدة أخرى مع شاعر برع في شعر الحكمة والموعظة، شاعر خبير وقدير. اترككم الآن مع قصيدة شعرية للشاعر عبيد بن مسعود النفيعي، فليتفضل مشكورا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم. باسم الشيخ مسفر بن مشاري وأولاده والمساعيد خاصة والنفعة عامة، حي الله الجميع في محل الجميع. أنا كما قال الشاعر اللي قبلي، والله ما أدري إن المناسبة تكريم لدعوة عامة، والدعوة العامة صعب إنك تسمي، يمكن تطلع اسمي اسم اسمين وتنسالك أسماء، لكن ترحيبة عامة عساها تحوز على رضا الجميع. فالليل هاللي كأنها ليلة العيد، أول ليالي الشهر وأبرك لياله، عداد وابل الغيث يومي غش البيد، اليا برق برقه ونشى خياله، وامتد شرق وغرب وقريب وبعيد، واسقى جنوب الدار واسقى شماله، يا مرحبا باسم المعزب تراديد، يقولها مسفر وقاله وعياله، يوي مشاري من خيار الاواليد، وليال فاه الضيف تكرم سباله، حياكم الله في محل المساعيد، أهل الوفاء والطيب وأهل الشكالة، ويوم إنها ظلت صباح ومهاجيد، قوم الدهينة تحتمي كل قالة بالسيف والشلفة وروس العباريد، يوم المغازي والقشر والجهالة، واليوم أمن وأمان سايد وتوحيد، في ظل سلمان الحزم والعدالة، ونكرر الترحيب ونقول ونعيد على الشحم والطيب والكيف كدر جدلاله، بضيوفنا الغالين من دون تحديد، للي دعي باسم المعزب وجاله، قدر وغلا من دون شرط ولا قيد، وهبه من الخالق عزيز الجلاله، وصلوا على اللي وحد الدين توحيد، نبينا اللي مرسل برساله وسلامتكم. صح لسانك يا ابو محمد وبيض الله وجهك. وما زال مستمرا مسلسل القصائد الشعرية قصيدة أخرى مع رجل تربوي قدير
وقائد فذ، رجل من رجالات التربية والتعليم في محافظة الطائف، وعلم من أعلام قبيلة الجعدة. ترككم مع قصيدة للشاعر الأستاذ عيد بن سفير الجعيد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن أخي يوم رحب عند خاله، من يلومه يا جماعة من يلومه؟ الله أني أحييكم جميعا باسم الشيخ مسفر بن مشاري أنفيعي وأولاده، شاكرا لهم إتاحتهم لي لهذه الفرصة لإبداء مشاعري أمامكم. وتحاشيا للإطالة سأبدأ المشاركة. أنا أقول السلام ومرحبا ثنتين بالتحديد، أنا أقول السلام ومرحبا ثنتين بالتحديد. سلام الله يقول الضيف في حلة معازيبه، ورحب عند ربعي في محلي دون شرط وقيد، هلا في حلة اللي يستمد الطيب من طيبه، ورحب عند ربعي في محلي دون شرط وقيد، هلا في حلة اللي يستمد الطيب من طيبه. أنا انفيل طفيحي من معازيب الضيوف العيد، يقول حضرنا واكتفينا عند شيخ ذات ترحيبه، أنا انفعل طفيحي من معازيب الضيوف الجعيد، حضرنا واكتفينا عند شيخ ذات ترحيبه. ترى مسفر مشاري مثل هذا الليل عنده عيد، ترى مسفر مشاري مثل هذا الليل عنده عيد، يقول أفرح بضيفي والسعادة يوم حنيبه، وخلف لي نشامة كاسبين ونعم وأغلى فيه، وخلف لي نشامة كاسبين ونعم وأغلى فيه، رموز من ذاعه الأنكرب والعز والهيبة، رجال من مساعد السعد والعلم التوكيد، رجال من مساعد السعد والعلم التوكيد، مسالمهم سعيد أما المعادي يقول وشيبة، مسالمهم سعيد أما المعادي يقول وشيبة. يا ضيف الله يا عبد الله ويا صالح ويا ممدوح بعد عبيد، يا ضيف الله يا عبد الله ويا صالح ويا ممدوح بعد عبيد، ترى مسفر بخربكم وواحدكم لمريبه، وانا ما اقول وانا ما اقول وانا ما اقول قول الله الصحيح مجود تجويد، وانا ما اقول قول الله الصحيح مجود تجويد، دليلي واضح دليلي واضح الليلة بفعل الكل يحكي به، دليلي واضح الليلة بفعل الكل يحكي به. جماهير الغفيرة يصعب التمييز والتفنيد، جماهير الغفيرة يصعب التمييز والتفنيد، وهذا من غلط ظيفانهم من ربعنا الذيبة، وهذا من غلط ظيفانهم من ربعنا الذيبة. حفاوة قدموها للذياب والقصور بعيد، حفاوة قدموها للذياب والقصور بعيد، يقولون الذياب مقدم الترتيب ترتيبه، يعزون الضيوف يرددون المرحبة ترديد، يعزون الضيوف يرددون المرحبة ترديد، وضيف جابهم لابد تكمله مواجيبه. وحنا يا قبيلة صف واحد عزوة ابن حميد، وحنا يا قبيلة صف واحد عزوة ابن حميد، إذا حفل وطن محذور دون فزعة عتيبة، تحت بايرق معزي يوم شيتنا وطن تشيد، تحت بايرق معزي يوم شيتنا وطن تشيد، وبنينا بيتنا الضافي وثبتنا مناصيبه، بعد حقق نصير الدين رايم صحح التوحيد، بعد حقق نصير الدين رايم صحح التوحيد، نتيجة هرخ ولم نور الناس تشريبه، كما كنا ولا زلنا ما ننسى بيعة فجيد، كما كنا ولا زلنا ما ننسى بيعة فجيد، سعوديين منهجنا وكل الناس تدريبه، قبيلة لا قبائل في وطننا إيد شدت إيد، قبيلة لا قبائل في وطننا إيد شدت إيد، أخوة صادقة ما فيه لا شك ولا ريبة، توحدنا تكاتفنا وصرنا مثل صلب الحيل، توحدنا تكاتفنا وصرنا مثل صلب الحيل، حصن لبلادنا والجار والمسلم إذا الريبة،
توحدنا تكاثرنا وصرنا مثل صلب الحيل، حصن لبلادنا والدار والمسلم إذا الريبه. يا سلمان العروبة كلنا في صفحة التجنيد، يا سلمان العروبة كلنا في صفحة التجنيد. خلقنا الرحمة المسجدين مكة وطيبة، يا سلمان العروبة كلنا في صفحة التجريد. خلقنا الرحمات المسجدين مكة وطيبة، جحافل قادها شبلك محمد فاره التنجيد، جحافل قادها شبلك محمد فاره التنجيد. ترى ما همهم عفاش والحوثي ولا عيده، جنود مجاهدة ما همها التهويل والتهديد، جنود مجاهدة ما همها التهويل والتهديد. من أحفاد الصحابة مقدمه والكايد تجيبه، إذا قلنا فعلنا ما انتظرنا الشجب والتنديد، إذا قلنا فعلنا ما انتظرنا الشجب والتنديد. ودربي حدد سلمان نمشي به ونمضي به، تسلحنا بدين وعلم نطلب ربنا التسديد، تسلحنا بدين وعلم نطلب ربنا التسديد. ثلاثة دونها ترخص حياة الشاب والسيبة، وثلاثة دونها ترخص حياة الشاب والسيبة. هذا قول الجميع محققه واللي يقوله عيد، هذا قول الجميع محققه واللي يقوله عيد، يقول عيد باسم بلسان السعوديين أنا ديبه، يقول عيد بلسان السعوديين أنا ديبه. يا تابع حوزة الشر اللعينة يا لعين السيس، يا تابع حوزة الشر اللعينة يا لعين السيس. وعد من جزل الرافضي نملة في نخيب، نملة في مخيبة، الله يكرمكم يكرم الاسم. يا تابع حوزة الشر اللعينة يا لعين السيس، وعد من جزل الرافضي نملة في مخيبة. انفارق للجماعة من حرف مصير كالتشريد، نصحنا ما يفيد النص قول الكفر تهذيبه. أبكرر وبرحب وهلي باسمكم وعيد، أبكرر وبرحب وهلي باسمكم وعيد. ترى الليلة تجمعنا مثل والله يصيبه، ترى الليلة تجمعنا مثل والله يصيبه. يا ضيف الله يا عبد الله ويا صالح ويا ممدوح بعد عبيد، تراكم فخر العتيبة وواحد كل مريب. ختاما يا إله الكون منا الشكر والتحميد، ختاما يا إله الكون منا الشكر والتحميد. وصلاة الله على روح ثرى يثرب إباهيبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهك صح الله لسانك أبا فارس على هذا الإبداع والتميز، شاكرين ومقدرين لك جميع الإشادات التي حصلت والوقفة الوطنية التي ليست بمستغربة على كل مواطن في بلادنا الغالية، وقد عبر بها الأستاذ عيد بكل وضوح في ثنايا قصيدته السابقة. أيها الحفل المبارك، مع علم آخر من أعلام قبيلة الجعدة وشيخ من شيوخها البارزين، رجل تربوي وقدير وفاضل، صاحب شعر جميل جدا وزميل عمل قدير جدا، أترككم الآن مع قصيدة شعرية للشاعر الشيخ الأستاذ عيد ابن ساير بن عنيبر الجعيد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أشارك هذه الليلة بمناسبة ضيافة الشيخ مسفر وأولاده لقبيلة الذيبة، فنقول للعم مسفر بيض الله وجهك، وبيض الله وجه عيالك، وبيض الله وجه بني عمك وربعك على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافة، فهذا ليس غريب عليكم. فيا شيب الرجال وعياله قرون، هذا الزمان هذا الحضيض اللي زمانه صفاله، فالعم مسفر الله أكرمه بهذه النخبة من الأولاد وعلى رأسهم سعادة العميد
أبو خالد بيض الله وجيهم. فقبل أن أبدأ مشاركتي عندي مشاركة خاصة للشيخ مسفر وأولاده، عدة أبيات، أبيات مختصرة. سلامي يا قصرٍ على العز مبناك، قصر الرجال معربين الجدود، ابن مشاري خططك ذم سواك، لا الضيف تشبه قصر برزاني ولا حلاياك، يا الله تحفظ صاحب فالوجود. قلوا امين يا رب. الله يبيض وجيهكم جميعا ويبيض وجهك يا ابو خالد، الوجه البشوش والحاج بالطلق، وهذا ليس غريب عليك يا ابو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحبا يا ضيوف حشمة وتقدير، أقولها ترحيب غال لغالي، باسم النفيع والرجال المناعير. يا مرحبا والكيف صب الدلالي، والبن الأشقر في دلال مناحير، والعود الأزرق يدرج في الحلال، وعداد همال المزون المغازيل. ترحيب للأقصى وخص الموالي، إليان ويتصور الشعر تصوير، رسم الحقيقة واقع من خيالي. مازون بيت الشعر، مازون بيت الشعر لو كان تسخير، فيها المعاني والبيوت الجزالي. أمدح على دنفاع فكلاخ والنير، مكملين حقوق كل الرجال، مصدرين المجد والطيب تسطير. هذه فعايلهم يا جامجالي، يذخر عود من وجيهم مسافير، راع الوفا والطيب فول وتالي. في مد يدخر عود من وجيهم مسافير، راع الوفا والطيب فول وتالي. المدح ما هو للرجال بفواتير، اما مدحت العود ولا العيالي. يوم ابو خالد فعوله مشاهير، والنعم يا رجل رقيت المعالي. عبد الله اللي ما يحسب المخاسير، ما يجمع جنيه الذهب والريالي. عبد الله اللي ما يحسب المخاسير، ما يجمع جنيه الذهب والريالي. اللي بفعله يشبع الذيب والطير، وقت الزمان اللي على الناس مالي. يمعش يا الضيفان حشو المغاتير، والنعم والله يا كريم السبالي. يمعش يا الضيفان حشو المغاتير، والنعم والله يا كريم السبالي. والنعم بأخوانك سيوف بواتير، ضد الخصوم اللي تحب الجدالي. اللي أحدك الوقت عن جمة البير، تارد بهم عد طويل الحبالي. يوم العلوم ورود، يوم العلوم اللي ورود ومصادير، تاج لراسك مثل لبس العقالي. يوم العلوم اللي ورود ومصادير، تاج لراسك مثل لبس العقالي. جيتك يا ابو خالد ازف التباشير، مع هبة سام الصبا والعوالي. انا من رجال له الراي وتشير،
مثل السيوف الشقر ولا السلالم، ربعي على دجعين زبن المصاغير، رسم الثلاث البيض جدي وخالي، واعتبها الهيلة جنود طوابير، نفدل وطنبر واحنا ما نبالي، في ظل سلمان الحزم قايد السير، قايد مسيرتنا بحكم وعدالي، وإن كان جاف الشعر نقص وتقصير، أرجى السموحة يا ثقات رجالي، وعداد من صلى ولبى التكبير، صلوا على المختار عد الهمالي. سلامتكم. وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر لزميلي الأستاذ صالح مسفر النفيعي على حسن وجمال التقديم، وهو رجل إعلامي مثقف مميز ومعلم ومهندس الكلمة والألفاظ في لغتي العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهك وصح الله لسانك أستاذ عيد على هذه الإشادة التي اعتبرها وسام على صدري، ولكن الإنسان عندما يرى محبيه أمامه تنطلق الكلمات عفوية لأنها تصدر من القلب إلى القلب، شاكراً ومقدراً له على ما قدمه في هذا المساء وكعادته في كثير من الاحتفالات. شرفه والطيب بالطيب كاشين هروش قوم المرفع لهم خان من كرمهم كل كاب من الدين. شرفه والطيب بالطيب كاشين هروش قوم المرفع لهم خان من كرمهم كل كاب من الدين. وما زال مسلسل القصائد الشعرية مستمرة معنا، قصيدة لشاب شاعر طموح انطلق في الأفق بسرعة متناهية، له عديد من المشاركات الوطنية والاجتماعية. أترككم مع قصيدة للشاعر ممدوح بن زويد النفيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم ترحيب المطر. في محل جمل الله ملفينا، في محل جمل الله ملفينا، وفي محل مرتفع فالسما شانه، وفي محل بالكرم باسطن يمينه، بمشاري منبع الجود وعوانه، عند عبد الله عسى تبطي سنينه، ما من الخايف وشوقه ومزبانه، مرحبا ترحيب بالطيب مروينا، فيكم الترحيب معزوفه الحانه، من صميم القلب الحب مهدينا، في كتابه للكرم بان عنوانه، رحبنا يا لاد دايب مثنينه، والحفل عليت واليوم بنيانه، ذكرهم يوم المجاويخ معلينا، وصيتهم يقافهم دوننا صانع، وصيتهم يقافهم دوننا صانع، هم هل الفزع اليمن بدحينه، والكرم له شرعه وكل بيبانه، شرفه والطيب بالطيب كاسينه، روس قوم بالفعايل لهم خانه، من كرمهم كل كفن من الدينه، ويرجح التاريخ فيهم بميزانه، بالعوايد والاصاله مرسينه، وثبتوا بيت الكرم بعمدانه، وثبتوا بيت الكرم بعمدانه، وحضور لاد الجعي وملبينه، والسعد والطيب ما سوله، وحضر اولاد الجعيد وملبينه، والسعد والطيب ما سوله ابطانه، وحفلنا باقي القبايل محيينه، شرف اول قلب شرف بصفطانه، مرحبا ترحيب للكل مبدينه، مرحبا ترحيب للكل مبدينه، يروي كبودن من الوقت ضميانه. سلامك. صح الله لسانك وبيض الله وجهك. أيها الحفل المبارك، ضيوفنا الأكارم، اسمحوا لي وليسمح لي الشعراء المشاركون في هذا المساء بأن نقتطع جزءاً يسيراً
لتقديم شيلة، لأني أرى من أمامي بدأ البرد يخيم وبدأ السكون. فمن شيلة من كلمات الشاعر ممدوح بن زويد النفيعي، علها يعني تحرك الدم وتحرك وتجدد النشاط لنرجع نستمر مع بقية القصائد، مكرراً اعتذاري من الشعراء الموجودة أسماءهم، فقد أدخلت في هذه الفقرة الشيلة إذا سمحوا لي. موسمي ما القلب بالحب من
محل مرتبع بالسما شان رح بنا يا لاد دايب مذنن والحافل عليت واليوم بنيان محل جمال الله من فين في محل مرتفع فشت ما شان في محل بالكرم باسط مين بالمشاري منبع جود وعوان عند عبد الله عشاء تبطي سنينه من الخايف وشوقه ومزبانه من الخايف وشوقه ومزبانه مرحبا ترحيب بطيب مروي من صميم القلب بالحب مهدين في كتابه للكرم بان عنوان وحبنا يا لاد دايب نغنينه والحفل عليت واليوم منيان ذكرهم يوم المجاويخ معلينه وصيتهم بقافهم دون نصانه وصيتهم بقافهم دون نصانه ومهل البشرية شرفه والطيب بالطيب كاسينه روس قوم بالفعايل لهم خان من كرمهم كل كاف من الدين ويرجع التاريخ فيهم ميدان بالعوايد والاصاله مرسينه ودابت وبيت المكارم بعندانه ودابت وبيت المكارم بعندانه احضر اولاد الجعيد والسعد والطيب ما سوى له فطانه والسعد والطيب ما سوى له فطانه حفلنا باقي القبائل محيين شرف اول قلب شرف سلطانه مرحبا ترحيب للكل مدينه يروي كبود من الوقت ضميانه مرحبا ترحيب للكل ما شان في محل بالكرم باسط مين بالمشاري منبع الجود وعوانه عند عبد الله عشاء تبطي سنينه من الخايف وشوقه ومزبانه من الخايف وشوقه ومزبانه مرحبا ترحيب بطيب مروينه فيكم الترحيب معزوف الحانه فيكم الترحيب من صميم القلب بالحب مهدين في كتابه للكرم بان عنوان وحبنا يا لاد دايب نغنينه والحفل عليت واليوم منيان ذكرهم يوم المجاويخ معلينه وصيتهم بقافهم دون نصانه وصيتهم بقافهم دون نصانه ومهل البشعرية شرفه والطيب بالطيب كاسينه روس قوم بالفعايل لهم خان من كرمهم كل كاف من الدين ويرجع التاريخ فيهم ميدان بالعوايد والاصاله مرسينه ودابت وبيت المكارم بعندانه ودابت وبيت المكارم بعندانه احضر اولاد الجعيد والسعد والطيب ما سوى له فطانه والسعد والطيب ما سوى له فطانه حفلنا باقي القبائل محيين شرف اول قلب شرف سلطانه مرحبا ترحيب للكل مدينه يروي كبود من الوقت ضميانه
وما زال ذا مسلسل الشعري مستمرا في هذا المساء، قصيدة شعرية للشاعر حامد بن مرزوق النفيعي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن الشيخ مسفر بن مشاري وأبنائه، وأصالة عن نفسي وعن قبيلة نفع كافة، ورحب قبيلة الذيبة أجمل ترحيب، والله يحييكم جميع. رسمت رسم اللي يرسمه حقيقة، رسمت رسم اللي يرسمه حقيقة، وشكل تشكيل الخطوط الخفية. رسمت رسم اللي يرسمه حقيقة، وشكل تشكيل الخطوط الخفية. عند الكريم اللي يفعوله وثيقة، رعى المكارم والسطر والحمية. بالفعل يفرق عن جميع الخليقة، اخطاه يمه للمعالي جرية. يقدم وميلات الدهر ما تعيقه، اجزى الحروف الشعر تنثر هدية. يقدم وميلات الدهر ما تعيقه، اجزى الحروف الشعر تنذر هدية. في حفل من يفخر بفعل شقيقه بن مشاري والمواقف قوية. في حفل من يفخر بفعل شقيقه بن مشاري والمواقف قوية. عنده برحب الوجيه الطليقه، يا مرحبا بأهل الكفوف الندية. عنده برحب الوجيه الطليقه، يا مرحبا بأهل الكفوف الندية. ترحيب تنتشف جروح الغميقة، ترحيب وافي للكرام الوفية. أهل المكارم والفعول العتيقة، ألا الذايب حامية كل هيا. أهل المكارم والفعول العتيقة، ألا الذايب حامية كل هيا. أصدورنا لضيوفنا مستفيقة، حي الله الضيفان والنار حية. أصدورنا لضيوفنا مستفيقة، حي الله الضيفان والنار حية. ترحيب تل الليل فونا رشيقة، نقولها لضيوفنا مقدرية. ترحيب تل الليل فونا رشيقة، نقولها لضيوفنا مقدرية. عن سيف اللي نفتخر في بريقه، أشواركم وأفعالكم مفصلية. عن سيفنا اللي نفتخر، عن سيفنا اللي نفتخر في بريقه، أشواركم وأفعالكم مفصلية. مشاهد اللي مثلكم لو دقيقة، يشرح خواطرنا وتصبح هنية. الطيب له منهج ووجه وطريقة، وضيوفنا تستاهل الشاذلية. الطيب له منهج ووجه وطريقة، وضيوفنا تستاهل الشاذلية. الورد يقطف من زهور الحديقة، ويهدى لكم يا أهل الوجيه الرضية. الورد يقطف من زهور الحديقة، ويهدى لكم يا أهل الوجيه الرضية. والجاوي الأصلي يبين حريقه، وازكى ترحيب المعزب تحية. وازكى ترحيب المعزب تحية. والسلام عليكم ورحمة الله. صح الله لسانك وبيض الله وجهك أخوي حامد على هذه القصيدة المميزة. قصيدة أخرى للشاعر سعد بن محمد النفيعي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يمسيكم بالخير جميع. أرحب بالضيوف من جميع القبائل، والله يحييكم جميع. أستاذنكم في بيتين للشاعر حميد، ما عندي خبر في الكلام هذا في المشاركة. تستاهل التكريم يا الشاعر حميد، يا شاعر ممثل عتيبه كلها. الرابع هالعتبان بالراج الرصيد، كل المراجل حضرته محتلها. واعذرني تستاهل قصايد ومعلقات يا ابن الله يطول عمرك. وام المشاركة يقول: في حفل شيخ له معزه ولهشان، مسفر اليا عدة وجحول الرياجيل، وعبد الله الصارم سلايلك حيلان. راع السطر والمرجلة يوفي الكيل، شيخ شهر طيبه وللطايله بان.
من الاد مسعود الرجال الحلاحين خيال تشرف على مر الازمان مسطرين افعالهم بالمصاقين مروا سلاد فاعل الطيب عنوان تشهد لها العربان جيل بعد جيل يوم انها الدنيا على اسنان وعنان دقلاتهم يوم اللقا تعدل الميل يا مرحبا عداد ما هل ودان غر المزون اللي مطرها هماليل بهل الفخر والمجد في كل ميدان على الشحم والعود والبن والهيل ألاد ذايب ربعنا شيوخ وعيان ألاد ذايب ربعنا شيوخ وعيان سقم العدا خيالة البلها للخيل من روق لا منه رقص كل شيطان أفعالهم تبر الكبود المعاليل عتبان يا حيك اليقيل عتبان برقى وروق ليكم الجدي وسهيل اعتيبه الهيلة طويلين الايمان لا جاء نهار فيه شرب الفناجيل للخيل خياله وللحرب شجعان روس تشوش من الحمية مشاكيل واختامها صلوا على نسل عدنان عداد من كبر وزاد التهاليل وسلامتكم. سالم وغانم صح لسانك اخوي سعد على هذه القصيدة الرائعة. أيها الحفل المبارك ضيوفنا الأكارم نترك الآن الجزء المتبقي لضيوفنا المحتفى بهم في هذا المساء حيث نبدأ مع قصيدة شعرية لعلم من أعلام قبيلة عتيبة كافة رجل يرفع الرأس في المحافل بقصائده المتميزة وأدائه الرائع ورواياته المتميزة وقد أطلق عليه راوية الحجاز وأنا من هذا المنبر أسميه فخر قبيلة عتيبة حقيقة يعني أترككم الآن مع قصيدة شعرية لراوية الحجاز العقيد دكتور سعد بن عبد العزيز الديابي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إما بعد فاعتذر من المعازيب ومن الضيوف عن التقصير في كل النواحي فالحنجرة ملتهبة على 3 أيام والصوت قد يكون ما يسعفني وكنت أعتقد أن الناس بعزيمة مختصرة ما كان فيها هذا الجمع الغفير والإخوان الغالين والشيوخ الطيبين اللي أفتخر فيهم وعلى رؤوسهم شيوخ الذيبة وأخوي وزميلي وصديقي ورفيق دربي الشيخ عايض بن ساير ابن عنيب الجعيد فهو زميلي من الجندية وأفتخر بصداقته ورفقته وعلومها الطيبة مع الناس كلها وأقدم 3 باقات ورد الأولى المعازيب الوفاء الشيخ مسفر بن مشاري بن هذال النفيعي وأبنائه وإخوانه وعيالهم وربعهم ونقول بيض الله وجيهكم وكثر الله خيركم وأجزل الله لكم المثوبة فقد وفيتوا وكفيتوا كرم ضيافة وحسن استقبال وبشاشة ما هي مستغربة منهم. الباقة الثانية لأخوي وابن عمي وابن أخي الشيخ الشاعر الكبير حميد بن رازن الذيابي فلو علمت أن التكريم له كان جبت له هدية رمزية غالية ونظمت له قصيدة مستقلة. الباقة الثالثة والأخيرة للوجيه الطيبة كلهم من مشايخ القبائل والضيوف المحتفى بهم سواء من الذيبة أو من غيرهم نقول نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الطاعة نسأل الله الكريم اللي جمعنا في هذا القصر الجميل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وأخواننا المسلمين. يقول تستاهل التكريم يا منبع الطيب الشيخ أبو بندر
حميد الذيابي سسل أدب من مكملين المواجيب يا سيفنا قولك جميل وصوابي. فأنا أعتذر وأكرر العذر من الجميع. سلمتوا. يقول بدينا باسم خلاق العباد وعالم الأسرار نساله رحمته ورباه وأنا راجل عون وعسر في حفظ بلادنا من زمرة الأشرار ويحفظ ديننا والأمل ورجال يحفظونه ويحفظ للزعيم اللي على نهج الشريعة السار ملك الحزم راع العزم ورجال يعينونه وعدد ما لاح براق الخيال وهلت الأمطار وعدد ما بان نجم سهيل والعالم يشوفونه سلام الله السلام من غالي نسوقه سلام الله السلام من غالي نسوقه على التجار غالك الماس ويوزع على اللي يستحقونه يعم بيع فرد فرد ويوزع على الخطار لذيذ الأرض من ذوب العسل للي يذوقونه نفايع إن عدوا أهل الطيب عدوهم من الأخيار إكرام أبناء إكرام وعذاب اللي يعادونه مقدمة الشباب ودلال كيف المذعرون بإبهار سبقها العود الأزرق برفع الأسعار يشلونه انفايع أهل المروة والشهامة والوفا والكار ركل الاعتيب الهيلة وحصن من أجمل حصونه مواكرها مواكر صقر وهم أحرار وابن أحرار لهم مجد تليد يقصر الأنذال من دونه حموا ديرة عتيبة برماح وسيفهم بتار وبنوا فيها حصون ومنطفع وبنوا فيها حصون ومنطمع فيها يردونه ولدهم عاش كل المرجلة قايد حماة الدار وشايفهم يحب الدار هم الدار من شونه قبيلة سجل التاريخ في سائر الأقدار قبيلة سجل تاريخهم في سائر الأقدار عتيبة تاريخ عتيبة الهيلة جميع الخلق يقرونه وسلم الله على شيخ بنى المجلس وشب النار يشب النار ويحط الشباب للي يزورونه هذا عبد الله المسفر والحشمة والمقدار عم عين الحليب وريف ضيفان يرودونه هذا عبد الله المسفر والحشمة والمقدار هذا جده مشاري ريف ضيفان يخبرونه ورا طيبهم من الجدان ريف الضيف عز الجاج عم عين الحليب وريف شجعان يرودونه يا عبد الله السليل أهل المكارم وافي الأشبار صحيح الجد وسهيل الإيماني فيك مقرونه صحيح أنك زعيم وفلت ضغط صحيح أنك زعيم وفلت طفت أكثر الشعار رفيق الدرب شه من درب والشجعان يبرونه أبو خالق أخر قوم أبو خالق أخر قوم يزحولوا يحكمون الشعب وأنا عزه وأقدر للرجال اللي يعزونه أبو خالق لا منه دعانا ما أنه معداد نبي دعوته لأن الوفا والطيب قانونه إلى من دعاني إلى من دعاني جيت ما فكرت في المشوار لو إنه من عموم الناس جاز العذر من دونه صلى الله على سيد الأنام المنذر المختار نبي المنهج الصافي ودينه وضح ركونه صلى الله وسلم على سيدنا محمد شكرا لكم. بيض الله وجهك على هذه الكلمات وهذه القصيدة فالمحبة في القلوب وليست في الهدايا المادية إنما التقدير المعنوي هو ما يطلبه الإنسان. أيها الحفل المبارك ختامها مسك. هذه الفقرة الأخيرة سوف تكون بلا شك فقرة مميزة لأنها تختص بعريس هذا المساء، تختص بأمير الشعر الشعبي ورائده على مستوى الجزيرة العربية. فإذا ذكر الشعر الحقيقي والشعر الجزل والشعر الذي تهتز له المشاعر ويطرب الإنسان عند سماعه
فسوف يتبادر إلى الذهن الشاعر حميد بن رازن الذيابي، ليس مجاملة إنما هي حقيقة، وقد أتعب من بعده. رجل أحبته القلوب لتواضعه وابتسامته التي تشعرك كأنك تعطيه الذي أنت سائله، وهذه نعمة من الله. أنا لم أقف في هذا المكان مادحاً أو مانحاً لهذه القبيلة وللشيخ الشاعر حميد بن رازن، إنما هي تجديد لنعم الله عليهم ليجددوا لها الشكر والثناء وينميها الله سبحانه وتعالى. يسرني الآن دعوة عريس هذا المساء المحتفى به الشيخ الشاعر حميد بن رازن الذيابي إلى مسرح الحفل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الحفل الكريم، إني مهما جد من ثقافة أو تعبير إن هذا الشعور وهذا الاحتفاء أكبر منها، ولكن نقول شكراً للأخ عبد الله بن مسفر ووالده وأخوانه وقبيلته عموماً، شكراً الربعي الذي تكبدوا عناء السفر وتركوا أشغالهم وجو لحضور هذا الحفل المبارك. شكراً لجميع من جاء لهذه الحفلة من بعيد أو من قريب. شكراً للشيخ عايض بن عنيبر، فهو ميزان حق في عتيبة، وشهادته وسام على صدور الذيبة كله. زي ما أسلفت أن الموقف أكبر من أي تعبير أنت بتعبر به. شكرا مرة ثانية على الاحتفاء، الفرح، المقابلة الذي لا تستغرب. فنحن كلنا حتى لو كنا قبائل نحن أبناء وطن واحد، العوائد وحدة والمبادئ وحدة والتقاليد وحدة. فما يستغرب علينا الاجتماع هذا، الاجتماع في صالح القبيلة وفي صالح الوطن. كلنا موطننا هذا، كلنا هذا وطننا. يا وطننا يا وطننا، عمت عين الحسود، لا يهزك لا زوابع ولا غدر اعمله. بيت الشاعر الوطن خلف هذال، فكلنا نحس بهذا الشعور. لي قصيدة في هذا الموضوع، حنا ما ادري وش اذكر منها، حنا اهل التوحيد من صدر الاسلام، اللي قالوا التوحيد حنا جحوله قدام يا مغيثاء الملاهيف، قدام يا زبن من عية تيسر حلول. أنت المخضرم في السياسة وأنت والإعلام، وأنت البطل اللي جا مجال البطولة، وأنت الكريم اللي بعد رب الأكرام، كل الكرم عندك مبادئ وصوله. لان قال اللي يزارنا المجرم يعذر في الإجرام، وقصيرنا عن أثقال محمولة. قبل أقول القصيدة اللي في المناسبة، كلنا نعشق الإبل، كلنا أهل إبل، والإبل حطت لها الدولة الله يعزها الآن نادي، ورفع
من قيمها وشجع أهلها، وحنا نتغزل في الإبل، ربعنا في الشمال وقول نحرنا الشمال وربعن في شعاف الشير، وكلت جل عشبه قبل تفتيق نواره من أول ثلاثة من نواظر لابن سمير، نجدد لها في ديار عبده وسنجاره شاف اسهاف العشاير، جالها فيه شكل غير ثربل توق ليقلانه وصفاره، حتى صارت العره المحردب تقول بعير تعافت من البرسيم والطعم وضراره، وفاخر شهر ستة سمع للدكاك مشير وخذوا يم ربده لزمة الجار معجارة ربدة نفود في الشمال. لنا خمسة أشهر كاملة ما نحط شعير، تركنا العلف ما عاد نسعى لعنس عاره، ومعلم حقوق الصيف قال ابشروا بالخير من النير واجنب لا تعلم عن أمطاره، على جفرة الصادب وسقها ليا الخرخير عسوس الحياة ذاعه مع الناس بأخباره، وكل عمل يم الجنوب وحياة وتير بعضهم يصلى العصر ما نزل حواره، وجال المزايد بينهم واضطرب تبرير وبعضها للذيدان شرها وعياره، يزايدك لو انه يبطلك التقدير على زايد الممشى يهدونها بكارة تسربهن عوبا، فصدر رقبتها سير ابوها شمالي من الهور مظهارة، تقول ان صايبها نهار المعانة الطير اللي زرفل الدقة لباتير دجارة، تبى المركز الاول ما تبغى لها خشير طفاح وسناد وتلحز الغار هالغارة، وبعضهم على الجرة ويعمل مواصل سير ويعمل لها تبرير ويرتب اعذار، وانا ما قعد ذودي وغلب رجالي يصير ولا بيضا وجهي بنات اخو حشار، انا لاجلهن اتعب ولا هد كل بعير ادور لهن متعب الناس بسرار الشمالي، وفي وصف عقول الرجال تحير اللي شافها التاجر نسي صرف دينار لعله يطور لي من انتاجها تطوير، ما هو الذي دايم يفاوضك جزال. والان مشاركه اعددتها لهذا الحفل وضمنتها عزيمه كلفوني بها مشايخ الذيبه وقالوها بلسنتهم، هما كلفوني بها وحطيتها في قصيده منظومه في قصيده، وهم عدوها واعتقد انها وافق عليها بس سجلت والمجل يجي حضر وقته. سلام عداد مومت بجنحتها الطيور في حلة شامخه واهل الوفا يسمعون الليل هالحفل الليل هذا من ليال السرور، خلوا لي الدرب ودنوا يم يا المقرفون يا الشعر كمل وجمل والصداقه الشعور، والشعر ديوان وشيوخ العرب يشهدون خلوني اشرح لكم عماتك النصدور، تقدير وجلال والحضار يستاهلون، حضرت ومثل الذيبه في كل الامور، هم كلفوني وانا خادم الهاك الحصون، ربعي حزامي ليجف الدعاوي امور، قالوا تبن اسمنا وانت تقول وتمون، وانا على كل ما يحمى بناهم غيور، وهم حواتم عتيبه جعلهم يسلمون، جينا زياره محبه ما علينا قصور، لاصحابنا اللي ترى طرفهم علينا يمون، جيران وابن عمومه من قديم العصور، واصحابنا مثل ما جينا نبيكم تجود، والقصد ما هو نحط لكم وليمة جزور، تشريف والأكثر العربان ما يأكلون، معكم من اليوم لمدة ثلاثة شهور، تخيروا يوم فيه تجون وتشرفون، والله يديم لمن والخير في كل دور، ويعز حكامنا اللي لجلنا يسهرون، والله يعز الوطن في البر ولا البحور، ويرحم رياجيلها اللي في الثرى يرقدون،
يلا عنهم لتجعل كل ذنب مغفور، أدعوك يا من له أهل الخير يستندون، من دون مكة وطيبة دخلوا في القبور، وحنا على دربهم دون الوطن سايرون، وصلوا وصلاة ربي على اللي صار ليكون نور، صلوا على المصطفى لعلكم ترحمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل المبارك، وفي نهاية هذا الحفل المبارك نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم، ونبدأ بالتكريم. هدايا رمزية بسيطة متواضعة لا تعبر عما لكم في القلوب من محبة وتقدير، إنما هي ذكرى بسيطة. تكريم خاص للمحتفى به في هذا المساء، الشاعر القدير الشيخ حميد بن رازن الذيابي، عبارة عن درع نقشت عليه عبارات صادرة من القلب إلى القلب، وسيف وبشت. كذلك هدية رمزية بسيطة لشيخ الطحة من قبيلة الدبة، الشيخ ضيف الله بن غزاية الذيابي، فليتفضل على المسرح مشكورة. وإن كنا نتمنى أن نوصل الهدية إلى كل شخص، ولكن لتطلع في التصوير لتبقى ذكرى لدينا. هدية للشيخ ضيف الله عبارة عن درع وسيف وبشت. كذلك هدية رمزية بسيطة لشيخ المحاسن من قبيلة الدبة، الشيخ سعود بن سعيد نجم الذيابي، هي عبارة عن سيف وبشت. كذلك هدية رمزية بسيطة لشيخ النيام من قبيلة الدبة، الشيخ صقر بن مسفر بن صين الذيابي. كذلك هدية رمزية بسيطة للشيخ العقيد دكتور الشيخ سعد بن عبد العزيز الذيابي. كذلك هدية رمزية بسيطة متواضعة للشيخ فيصل بن مطر الذيابي. كذلك هدية رمزية بسيطة للشيخ دواحان بن طريقي الذيابي. هدية رمزية بسيطة متواضعة عبارة عن سيف وبشت. كذلك هدية رمزية بسيطة متواضعة للشيخ مطلق بن عواد الذيابي. الشيخ مطلق بن عواد الساهر أبو عواد والد الجميع الساهر. كذلك هدية رمزية بسيطة متواضعة إلى شيخ شمل قبيلة الجعدة، الشيخ عائر بن ساير بن عنيبر الجعيد، فليتفضل مشكور. هدية عبارة عن سيف وبشت ودرع. كذلك هدية رمزية بسيطة متواضعة إلى شيخ شمل قبيلة الوذانين، الشيخ ناصر بن نامي بن جفين الوذناني. كذلك هدية رمزية بسيطة إلى الشيخ معاوض بن دبيان التبيتي.
كذلك هدية رمزية بسيطة متواضعة للشيخ محمد بن عبيد الله المقدري النفيعي. كذلك هدية بسيطة للشيخ سعود بن سفر بن سحيم العماري النفيعي. كذلك هدية رمزية بسيطة متواضعة للشيخ حمدان بن حمود النفيعي. كذلك هدية للشيخ خامس المعانية من قبيلة الجعدة الشيخ ساعد بن منير الجعيد. كذلك هدية تكريمية بسيطة للشيخ عبد الله بن سعد بن منيه. كذلك هدية بسيطة للشيخ حسن بن غالب الجعيد. كذلك هدية بسيطة متواضعة للشيخ الأستاذ عيد بن سفير الجعيد. كذلك هدية بسيطة للشاعر الشيخ الأستاذ عيد بن ساير بن عنيبر الجعيد. كذلك هدية للشاعر عبيد بن مسعود النفيعي، وهدية للشاعر عبد الرحمن بن هديان النفيعي. كذلك هدية مقدمة للشاعر سعد بن محمد النفيعي، والشاعر حامد بن حمدي النفيعي. هدية للشاعر حامد بن مرزوق النفيعي. وهدية للشاعر ممدوح بن زويد النفيعي. كذلك هدية مقدمة إلى راجح بن حمدان بن حمود النفيعي. كذلك هدية للشيخ عبد الله الوصابي. كذلك هدية بسيطة مقدمة للشيخ محمد مرزوق النفيعي. هدية للشيخ عويض بن عبيد الديابي. كذلك هدية مقدمة للشيخ غويزي بن طلق الجعيد. وفي ختام هذا الحفل المبارك أيها الإخوة الحضور، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. يسرنا باسمكم جميعا أن نشكر ليالي العرب للصوتيات والمرئيات بقيادة الأستاذ علي الحرازي والرفاق الحاضرون معه على جهودهم من مساء البارحة، فقد قاموا بجهود مضنية. وكذلك نشكر قناة المرقاب على جهودهم وصبرهم علينا في كثير من التوجيهات. وأترك الآن كلمة للشيخ ناصر بن جفين فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جميع من سبقونا بالكلام بيض الله وجيههم وبيض الله وجه معازيبنا الشيخ مسفر وأبنائه
ولكن وقوفي هنا لأن حضوركم الذيبة حضور مميز ومشايخهم موجودين حواتم عتيبة فلكم عزيمة عندي والله يحييكم ونبى موعد قريب على أساس نعزم جميع من حضر من مشايخ عتيبة الحاضرين وأنا ما وقفت إلا والله تكريم لكم ولكم حق علينا ولا نبغاكم ترفضون هذه العزيمة تعطونا موعد والله يحييكم يا مرحبا وأهلا وسهلا السلام عليكم الشيخ ناصر بن جفيني عجم وله غريب على هالعزيمة والإكرام والإحترام للرجال وزيارة اللي مثله يزود في رصيد القدر ويزود في رصيد الرجولة وحنا حقيقة كلامنا اعتذرنا من جماعة قدامك وعزمنا أبو خالد كذلك واعتذر ولكن انت عمرك إن شاء الله نجيك وانت طيب وقت آخر نوعدك ونجيك وانت طيب الأيام هذه يعلم الله أن عندنا ارتباط عندنا مواضيع وكذلك خارج المنطقة ولكن اللي عندك وعند الحصر اللي مثلك رصيد النجاح على ساعة وجل وذاك وجنات تنعيم أنتم من يسمع وفي نهاية هذا الحفل المبارك نتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير على تحملكم لنا في هذا المساء المبارك ونطلب من المولى عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة أن يجمعنا في جنات عرضها السماوات والأرض وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يسدد رمي جنودنا البواسل على الحدود الذين يواصلون الليل بالنهار ويروون الثرى بالدماء لكي ننعم نحن في مثل هذا المساء بمثل هذه الاحتفالات والشكر موصول لرجال أمننا الداخلي على جهودهم الجبارة وتضحياتهم بالأنفس حفاظاً على مقدرات ومكتسبات مملكتنا الغالية ولا غرو في ذلك فهي تضم أغلى المقدسات والتي يؤمها آلاف وملايين المسلمين من جميع الجهات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حل جمال الله من فينا ما حل مرتبع فاش ما شان رحبنا والحافل عليت واليوم بنيان في محل جمال الله من فينا في محل مرتفع فش ما شان في محل جمال الله من فينا في محل مرتفع فش ما شان في محل بالكرم باسط I'm
الشعب وطيب ما سوله الطانه حفلنا باقى القبائل محيين شرف اول قلب شرف بسلطانه مرحبا ترحيب للكل مدينه يرويك بدن من الوقت ضميانه مرحبا ترحيب للكل مدينه يرويك بدن من الوقت ضميانه يرويك بدن من الوقت ضميانه الله 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 في محل جمل الله من فين في محل مرتفع فش ما شانه في محل بالكرم باسط مرحبا ترحيب للكل مدينة يرويك بدن من الوقت ضميانة مرحبا ترحيب للكل مدينة يرويك بدن من الوقت ضميانة 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 كل اللي بانه
شرفه والطيب بالطيب كاشين هروش قوم من الفعايل لهم خان من كرمهم كل كاف من الدين ويرجع حتى يخفيهم بميدان بالعوايد والأصالة مرسين ودابت وبت المكارم بعندان ودابت وبت المكارم بعندان احضر أولاد الجعيد وملبين والسعد والطيب ما سوله بطانة والسعد والطيب ما سوله بطانة حفلنا باقي القبائل نحيين شرف أول قلب شرف بسلطان مرحبا ترحيب للكل مدين يرويك بدن من الوقت ضميانة مرحبا ترحيب للكل مدين يرويك بدن من الوقت ضميانة يرويك بدن من الوقت ضميانة الله 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 في محل جمال الله من فين في محل مرتفع فش ما شان في محل بالكرم باسط حفلنا باقي القبائل محيين شرف أول قلب شرف بسلطان مرحبا ترحيب للكل مدين يرويك بدن من الوقت ضميان